في شغلات كتير يعني في تشابه بين الشهداء اللي استشهدوا. يعني أول شغلة أخوي الله يرحمه اسمه حمدي، وفي كمان حمدي شرف. كل يوم أنا بكتشف شغلات جديدة. يعني لما استشهد أخوي حمدي تصاوب أخوي محمد، ولما استشهد حمدي شرف برضه تصاوب أخوه محمد. يعني في تشابه كتير. فبرضه حمدي سمى ابنه صبيح نسبة لأبوه أب صبيح، صار في تشابه بينه وبين وديع الحوح الله يرحمه برضه وديع الحوح أب صبيح. يعني في صار شهداء اثنين أب صبيح واثنين حمدي، ومحمد أخوه لشرف اتصاوب، ومحمد أخوي برضه أخوه لحمدي اتصاوب. يعني الشهداء كرامات ومنازل، فالله يرحمهم. شو عاملين ربهم لانه يصير شغلات تشابه بيناتهم كتيرة. حمدي ابو الفقراء ابو المساكين.